السلام عليكم، معكم نضال. بعد 4 سنوات وأكثر من 120 فيديو تقنية، نعم كما قريت في عنوان هذا الفيديو ممكن هذه تكون آخر فيديو لي في هذا الشانل ولا في اليوتيوب. عندهم مدة هم يتابعوا في الشانل، أكيد على بالكم أنه ما رانيش من نوع اللي يدخل الدراما في المحتوى تاعه، يعني جامي خرجت على تاك بابل، ولكن في هذه الحالة أظن أنه لازم تعرفوا الأسباب. كي بديت هذا الشانل قبل حوالي 4 سنوات، أنا قريب نديره 4 سنوات، درت لروحي جول ولا هدف باش نموتيفي روحي على الاستمرار، واللي كان نوعا ما جول منطقي. قلت أنه في ظرف 5 سنوات من العمل المتواصل لازم على الأقل أنلحق شانل هذه 100,000 سبسكرايبر، ولو كان ما نلحقش لهذاك الهدف في 5 سنوات أنحبس مباشرة. في هذاك الوقت قبل ما نبدأ، كلمة نحبس كانت تبان سهلة، ولكن الحقيقة هي أنه هذه هي أصعب فيديو ولا أصعب قرار درته في حياتي. ولكن بعد 4 سنوات من العمل ودراسة المحتوى، خاصة دراسة المحتوى اللي يستهلك في بلادنا، محتوى يعني اللي يدعموه واللي يشوفوه بزاف الناس، عرفت أنه ما فيهاش. وإذا شفتوا صانع محتوى يقولكم أنه الفيوز ولا الأرقام ما يهموش، أعرفوا أنه راهو يكذب من الأخر، لأنه في هذا البيزنس كل شيء متعلق بالأرقام. أرقام هما العداد الوحيد اللي يبين يعني الإمباكت تاعك وتاع المحتوى تاعك على هذا البلاتفورم. بدون أرقام ما كانش سبونسرز، وبالنسبة لحالتي أنا ما كانش شركات اللي يبعثوا لك برودكت باش دير عليهم مراجعات واللي هي الأولوية تاعي، وبلا ما نحكيو على المدخول، حيث أولا الأدسنس ولا المدخول تاع الإعلانات اللي يديروهم يوتيوب في الشانل تاعك تقريبا غير متواجد بتاتا في دول العالم الثالث. حيث صدقوني كي نقول لكم أنه بعد عمل 3 سنوات شفيت لها بالضبط الشانل كانت هذاك وين لحقت 1 مليون فيوز، يعني تقريبا 1 مليون فيوز داخلين فيهم الأدسنس، شحال تقولوا دخلوا لي هذا 1 مليون فيوز في الأد ريفينيو؟ 80 يورو. نعم 80 يورو، اللي كاين ممكن انها تبالكم انه رقم جيد، ولكن اقسم هذا العدد على عمل 3 سنوات وراح تفهم المشكلة. ولي ما على بالوش، في المتوسط 1 مليون فيوز في الدول المتطورة يجيبوا لك على الاقل 1000 يورو على الاقل، وبدون مدخول ما تقدر تطور المحتوى تاعك، ما تقدر تولي فول تايم يوتيوبر ولا كونتنت كرييتر باش تولي تابلودي اكثر وتحسن المحتوى تاعك. لذا ما تقدر دير والو، بالعكس مع الوقت لقيت روحي اني انا يا راني نصرف الدراهم من جيبي باش ندير فيديوز ولا محتوى. وباي ذا واي، اللي راهو جديد في الشانل وما على بالوش، انا يا اللي ندير كلش 100% في الشانل هذه، من سكريبتينغ للافكار تاع الفيديوهات، شوتينغ للفيديو اديتينغ للثامبنيلز الى اخره الى اخره. ما نقدرش نوصف لكم الشعور تاع كي تريح اسبوع وانت تخدم وتهمبر وتخلط في مخك باش تجيب فكره اللي نوعا ما شويه جديده، ولا تدير بي سي بيل جديد ولا مراجعه على برودكت جديد، بعد تلقانها جابت لك 1000 ولا 2000 فيوز. ما رانيش نحكي في هذه الارقام، ولكن بلا ما نرسم لكم عليكم تشوفوا التفاهات يوميا شحال راهم يجيبوا في الفيوز. بلا ما نحكيوا على الصعوبات اللي نواجههم كصناع محتوى، ماشي غير انا، تقريبا كل صناع المحتوى التقني، مع الشركات الاجنبيه. كاين اللي يقول لك ما نخدموش مع الجزائر، كاين اللي يقول لك ما نشيبيوش ولا ما نشحنوش للجزائر، والمئات من السيناريوهات الاخرى اللي تخلينا حابسين. وانا هنا نحمد ربي صباح وعشية، لانه على الاقل على الاقل عندي شوية سبونسرز اللي يدعموني من الحين الى الاخر باش نرفض راحي شوية، ونقدر اني نكمل لكم محتوى لكل هذا السنوات الفائتة، واهمهم ايسوس وليسي بلس، خاصة ليسي بلس. كاين بزاف من غيرهم، ولكن ما وش حيكفيني الوقت باش نذكرهم قاع. اذا كنت واحد من الناس لوحدة من الشركات اللي دعموني في هذه الرحلة القصيرة، Thank you. Sponsors هما
تقريبا الحاجة الوحيدة اللي خلتني ما نحبسش صناعة المحتوى في وقت أبكر. حاليا راني في مرحلة انتقالية صعبة نوعا ما، حيث راح نبدل مكان السكن. هذه حتكون آخر فيديو في الاستوديو هذا، ومكان اللي راح ننتقل ليه بعيد نوعا ما، واللي ما رانيش حنقدر نقول لكم وشنو هو لأسباب شخصية. وفي هذاك المكان خلينا نقولوا أنه مكان ايسوس، مكان لي سي بي بلس، مكان حتى سبونسور، لذا صناعة المحتوى راح تكون حاجة مستحيل. مانيش نحكي على المدخول، خلينا نقولوا ندير محتوى بدون مدخول، ولكن المشكل في البارتس، يعني ما راني حنقدر اوتسورسي يعني بي سي بارتس، ما راح نقدر ندير ريفيوز على برودكتس، ما كانش باش ندير محتوى. راح ندير كل شيء باستطاعتي بعد مدة اني نولي لصناعة المحتوى، بعد ما نلقى روحي في حالة احسن ماليا ونفسيا، ممكن بعد شهر، شهرين، عام، ممكن حتى ما نوليش. انا يا بنفسي ما على باليش، نتمنى اني نقول لكم يعني وقتاش راني معول نولي الكونتنت كريشن، ولكن كما قلت لكم انا بنفسي وما على باليش. كاين فرصه كبيره انه لو كان نضرب مده طويله من ابلوديش في القناه هذه راح تموت لي، حتى لو كان اللي بعد مده طويله حتكون بدون معنى. واخر حاجه حبيت نشكركم انتوما اللي راكم تجيو فيديو بعد اخرى، ودائما راكم تدعموا في المحتوى التافه تاعي، وايضا اللي راهم يدعموا في الكومنتس راني نقرا فيهم بواحد بواحد. صراحه هذه السنوات الماضيه كانوا احسن سنوات في حياتي، حيث حسيت اني نوعا ما بنيت كوميونيتي لمهتمين بالتاك، مستعدين انهم يطوروا هذا المجال في بلادنا. وبالرغم من كل الصعوبات تمتعت بكل لحظة، كل ريفيو، كل انبوكسينج، وكل بي سي بيلد درتو هنا. اذا هذه كانت الفيديو تاع اليوم، كان معكم نضار، ونشوفكم ان شاء الله maybe in the next one. سلام.